والله يا جماعه انا كده قلت كل اللي انا عاوزاه وشايفاه، دي ملاحظاتي انا كفاينانس. ام سوري مش موافقه على البلان دي. بس دي مش اول مره نشتغل بالطريقه دي. لا بقى، دي استراتيجي جديده وظهرت طبعا مع وصول كريم للشركه، وانا عديت مرتين قبل كده بس مش هقدر اعمل كده تاني. غريبه والله. هو ايه ده اللي غريب؟ اصل لحد فتره قريبه كان اي حاجه كريم بيعملها محدش بيقدر يقول له عليها لا، واي حاجه هو عايز يعملها بيتوافق عليها. فجأة بقى الاستراتيجي بتاعتك ما بقتش ماشية معي؟ والله بقى ده شغل يا جماعة، ورأيي في كريم ما تغيرش في أي حاجة، لكن مش معنى رأيي ده إني هوافق على أي حاجة يقولها وخلاص. وعموما فكروا وشوفوا عايزين تعملوا إيه. بعد إذنكم. بنتي دي بتتعامل بشكل مش طبيعي، ده مش رأيي مبني على شغل، حاجة شخصية يعني. مش عارف، بس هي بقالها كام يوم كده مش ظابطه معايا واجريسيف جدا. انا مستغرباها برضو. انا لازم اتكلم معاها. طيب لا استنى، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع. في ايه؟ انا ابتديت اتضايق من ندى. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. يعني ايه بتيجي تقعد معاك في البيت؟ ما انت برضو لازم تحس ان انا ممكن اتضايق من حاجه زي دي. يا اسمت، ندى وجودها احنا محتاجينه. بس انا وجودها بيضايقني ويعصبني ويخليني مش عارفه انام، وطول الليل دماغي بتجيب وتودي. وبعدين انا افهم الكلام اللي انت بتقوله ده لما تجيبها وتيجي عندنا البيت عشان بتداري وراها حاجه، لكن هي بقى بتيجي البيت عندك تعمل ايه؟ بيحصل بينكوا ايه؟ والله ما بيحصل حاجه، بس لازم تفهمي ان ندى مش شغاله عندي، واكيد هي زي اي ست ليها متطلبات وانا لازم انفذها. وبعدين ما تنسيش ان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، لان انت كل يوم بتروحي بيتي مع زياد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي اصلا تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ اسمع، توطي صوتك. في ايه؟ خلاص انا فاهمك، بس حاولي تفهمي ليه لسه سايب ندى لحد دلوقتي. انا لو سايبها فسايبها عشاننا. يا انتوا مش بيحصل بينكوا حاجه؟ والله العظيم ما بيحصل ما بيننا حاجه. هي بتيجي تقعد عندي، تقعد ترغي شويه معايا في اي كلام، وبعد كده تفتح معايا موضوع الجواز، وبعد كده اروح انا مغير الموضوع واشغل فيلم، وبعد كده باي باي سلام عليكم. خلاص برضو وجودها معاك مضايقني ومعصبني. وما تقوليش زياد، زياد ده وضع انا مضطر عليه، لكن انا مش مقتنعه انك مضطر تبقى معاه. يا حبيبتي انا اصلا هسيبها لو عليا هسيبها، بس طالما هي عايزه تكمل طب ما نسيب الموضوع، ما احنا محتاجينه. طب على الاقل قلل شويه انك تشوفها وما تخليهاش تيجي عندك البيت. حاضر، النهارده مش هرد عليها خالص. ايه رايك؟ بس بليز ما تكبريش الموضوع. اسالك حاجه، هو انت دايما بتبقي كيوت كده لما بتبقي غيرانه؟ ايوه كده اضحكي. بحبك يا اسم. انا كمان بحبك. حاسسي بالذنب هيقتلني. أنا عارفة إن جوزي ما عملش أي حاجة وحشة في حقي، بالعكس ساعات ببقى نفسي يزعقلي أو يغلط فيا، يمكن ضميري يهدى وأقول يستاهل، لكن ده ما بيحصلش. كل مشكلتي إني ما بحبوش، بس مش بكرهه خالص، بس هو مش حبيبي. حبيبي ايه ده؟ ايه اللي صحاك؟ انت ايه اللي مصهرك ومعادك لوحدك كده؟ لا ابدا، ما جاليش نوم وانت نمت على روحك، فقمت اتفرج على التلفزيون شويه، ودلوقتي كنت ببص على ميلات ما بصيتش عليها طول اليوم. اوكي حبيبتي، طب في حاجة كنت عايز أتكلم معاكي فيها، يا حاجة مضايقاني. إيه؟ أنا حاسس إن إحنا بنبعد عن بعض. لأ، مش إننا بنبعد عن بعض، أنتِ بتبعدي عني. وكل يوم بحس إن أنتِ بتبعدي عني أكتر من اليوم اللي قبله. أنا معرفش إيه السبب، بس لو أنا مضايقك في حاجة وأنا مقصر معاكي في حاجة، أنتِ ممكن تقولي لي،
تقولي لي انت غلطان في كذا او كذا او كذا وانا اصلح من نفسي. لا ابدا ما فيش اي حاجه، دي بس ضغوط الشغل ورايا مليون حاجه، بس فعلا ما فيش اي حاجه. انا لو في حاجه طبعا هقول. ماشي يا حبيبتي، يا رب يكون هو ده السبب وما تكونيش مخبيه حاجه عليا. لا مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. الواحد الأيام دي ما بقاش عارف الضربة جاية له منين، فلازم يأمن نفسه. عشان كده بقولك إن أنت وجودك جنبي الفترة دي خليني مطمن، يعني حوالي حد عارف أثق فيه وأتكلم معاه براحتي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ جاي اقول لك حاجة. في ايه يا ندى؟ الساعة واحدة بالليل، وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ انت كنت خارجة؟ وانت مالك؟ فارق معاك؟ ده مش رد على سؤالي. كنت سهرانة ومع واحد صاحبي. في حاجة؟ نعم؟ كنت خارجة مع واحد من ورايا؟ ايه اللي مضايقك؟ انت بتستعبطي؟ وانت شايفاني ايه؟ انت بتستغفليني؟ طب ما انت بتستغفل صاحبك ومصاحب مراته. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ لا ما اتجننتش يا كريم، مشكلتك انك فاكرني غبية، بس انا فاهمة الحركات دي كويس قوي. لا بقى واضح ان انت سكرتي وبتهرتلي ومش عارفه انت بتقولي ايه. انا استحاله ابص لاسمت واستحاله اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا بجد. وافسر بايه اصرارك ان احنا نروح عندهم كل يوم؟ ولا النظرات؟ النظرات اللي بشوفها بينك وبينها، عدم اهتمامك بيا، شويه شايفني وشويه مش موجوده خالص. لا يا كريم انا مش عبيطه، في حاجة ورا كل ده. كل ده اللي هو ايه اصلا؟ هو انت قلتي ايه؟ نظرات ايه اللي بتكلمي عليها؟ وبعدين مروحي هناك ده بسبب ضغط زياد. لا بقى ندى، واضح ان انت مش عارفاني كويس خالص. مش انا اللي اعمل كده، مش انا. اقول لك ايه يا ندى، فكك مني دلوقتي خالص قبل ما اتعصب اكتر من كده. ايوه كده، روحي روحي روحي. انا هروح يا كريم، وعلى فكره انا ما كنتش سهرانه مع حد. ان انتي، انا استحالة ابص لاسمت واستحالة اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا. هو انا لما الماركتنج عندي يتخانقوا مع الفاينانس انا المفروض اعمل ايه؟ هي مش خناقة ولا حاجة، ده مجرد اختلاف وجهات النظر مش اكتر. بأمارة ان كريم بس اللي جه واسمت ما جاتش، مش كده؟ لا هي اسمت بس كان عندها ميتنج مع كلاينت، عشان كده انا جيت لوحدي. على فكرة انا بدأت اتضايق وازعل. الموضوع ده تحلوه مع بعض، انا مش هحله، انا عندي ميتنج دلوقتي. اتفقوا بلغوني. اوكي زينب؟ اوكي اوكي. هو في ايه بقى؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة إن أنتِ مش طبيعية. ويا زينب ما تحوريش عليا عشان أنا حافظك وفاهمك كويس قوي. عايز الصراحة؟ قرفانة. يبقى أكيد حامل. كريم احترم نفسك. وخلي بالك
أنا مش زينب صاحبتك بتاعت زمان، أنا ست متجوزة، ومش أنا الست اللي تقبل إن أي راجل يتجوز حدوده معاها، أظن فاهمني. فإيه بقى؟ طيب إيه اللي مضايقك؟ هتقولي؟ من اللي بشوفه يا كريم. كريم أنت في حاجة بينك وبين اسمك. ده بجد؟ أنا مش مصدق أنت بتقولي إيه؟ مشكلة إني حافظاك كويس قوي، حتى الضحكة دي لو بتحب تتوه أو تغطي على حاجة حافظاها، واللمعة اللي في عينيك لو بتكون في ست جديدة عجباك، حتى نبرة صوتك اللي بتتغير على حسب الشخص اللي انت بتتكلم معاه حافظاها. بس هي يا عيني عبيطة خالص، مش عارفة تداري، بيركبها 100 عفريت أول ما بتشوفني أنا وإنت واقفين مع بعض. عامة اللي انت شايفاه ده في دماغك انت بس، لأن لو انت عارفيني كويس قوي فهتعرفي إن أنا استحالة أعمل كده مع زياد. جايز ممكن أكون غلطانة أو فاهمة غلط، بس حتى لو، ما تنساش إن أنا بفهم في الستات كويس قوي. ونصيحة يا كريم، لو بتعمل كده وقف قبل ما كل الناس تاخد بالها، وخصوصا هي. ايه؟ أنا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا أبدا، اتفضلي. ايه اللي بيضحكك؟ لا أبدا، أصل لسه كنت في سيرتك لقيتك دخلتي. والله؟ طب خلي نصايحك بقى لنفسك، عشان أنا فاهمة في شغلي أكتر منك. واللي أنا وكريم بنعمله هو أحسن شغل في السوق، ومش فاهمة إيه السبب اللي بيخليك تعطلي. بيخليه بقى هو يقولك. مالها دي؟ شك إن في حاجة ما بيننا. إيه؟ يعني إيه؟ إيه اللي دخل في دماغها الكلام ده؟ بتقول يا ستي إنها حافظاني وعارفة طريقتي لما أكون بحب واحدة، وإنه بيبان عليكي. ما انت يا اسمك برضو بيطلع منك كده فلتات. فلتات ايه؟ احنا ما بنقعد مع بعض نتكلم يا عندك في المكتب يا عندي، وكمان بيبقى صوتنا واطي. ايوه بس ساعات لما بتشوفينا لوحدنا بيبان عليكي الغيره، زي دلوقتي اول ما دخلتي كان باين عليكي جدا. ايوه طبعا، ما هو طبيعي ان انا غير عليك، ما هي كانت الاكس بتاعتك. ايوه حبيبتي، بس هي دلوقتي ست محترمه ومتجوزه، قصدي يعني بتحب جوزها. شكرا. يا اسمك يا اسمك، استني يا اسمت. الو حكيم، عامل ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، شفتش اسمت؟ لا انا نزلت من المكتب، هي كانت بتلم حاجتها تقريبا، بس ما تقلقش اكيد موبايلها فصل شحن او مفيش سيجنال. ماشي يا معلم، تمام، اجرب انا تاني معاها. باي يا حبيبي. اوكي، هو انت قافله تليفونك؟ ايوه، مش عايزاه يكلمني وانا معاك، عايزه اقول الكلمتين اللي في نفسي وامشي. طب قولي يا اسمت. بص يا كريم، انا وحياه مامي عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن في حياتي ان انا اخون جوزي ولا احب واحد تاني عليه، بس ده اللي حصل، واللي انا متاكده منه دلوقتي ان علاقه فيكم لازم تنتهي. انا مش قادره اخون زياد اكتر من كده ولا دقيقه واحده، مش قادره. انت ليه بتقولي كلمه خيانه يا اسمت؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه تتمسك علينا. انا فاهمه كويس قوي ان انت مش عايز تحس انك بتخون صاحبك، بس احنا مش هنضحك على بعض. قعدتنا مع بعض دي خيانه، حبنا لبعض دي خيانه، مكالماتنا من ورا دي خيانه. انا بغير عليك وانت بتغير عليا. انا ما ينفعش ابقى مع اتنين في نفس الوقت، واحد بحبه والتاني لا، بس التاني ده جوزي، لازم العلاقه دي تنتهي. انا لازم اطلب الطلاق من زياد. ايوه يا مستر محمود. لا ادي له واقف والله، دلع من مديرين الديبارتمنتس عندي، قسم الماركتنج والفاينانس بيعندوا في بعض، بس انا حاسس كده ان الموضوع مش شغل، الموضوع عندي شخصي. بس على مين؟ على بابا. انا قعدتهم يرغوا براحتهم
وعملت الحركه القديمه وسجلت لهم كل حاجه وهو ده اسمع دلوقتي. تلميذك يا باشا. اوكي هبلغك بكل حاجه. يلا تصبح على خير. باي باي. اسمع بقى.